بيان إلى الرأي العام. باسم مجلس المرأة الديني في شمال شرق سوريا، نستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق المناضلين الكرد في عاصمة الثقافة والفن والحقوق العاصمة الفرنسية باريس. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما زالت الحكومة التركية وأعوانها يتطاولون ويرتكبون الجرائم في حق الإنسانية وفي حق شعبنا الكردي ويتجاوزون الحدود. وفي عام 2013 أيضا تكررت الجريمة التي قامت بها الاستخبارات التركية بحق المناضلات الثلاث ساكنة جانسوس وليلى شايلموت وفيدان دوغان في باريس. لذلك ليست صدفة إنما مدروسة وممنهجة من قبل الدولة التركية، وعدم الكشف وهدفهم من هذه الجرائم إنهاء وجود الكرد في أي بقعة من بقاع الأرض. ينادون بالإسلام والإسلام وتعاليم الدين براء منهم، لأن الله تعالى حرم دم المسلم على المسلم. وأخيرا شاهدنا استهداف الدولة التركية الفاشلة لقوات الدفاع الشعبي في باشور كردستان، ونتيجة لهذه الاستهداف استشهد 11 شخص من القوات الدفاع الشعبي. هذا ما يوضح للمجتمع الدولي أن الدولة التركية الفاشلة توجه أنظارها نحو ممارسة القتل العام على الشعب الكردي في أنحاء العالم. وأننا نستنكر هذه الأفعال الإجرامية ونناشد جميع المنظمات لحقوق الإنسان أن يقفوا في وجه هذه الاعتداءات التركية.